اقول لك 5 حاجات تساعدك تقللي تسريب الحفاض عشان نقدر ننام مرتاحين شويه بالليل. نمره 1، مقاس الحفاض مهم جدا، بلاش تجيبيه واسع قوي وبلاش تجيبيه ضيق قوي لدرجه انه عامل علامات حمراء على البطن او عند الرجلين. مقاس الحفاض لو مظبوط هقدر ادخل صباعين صغيرين من فوق وصباع صغير من الجنب. نمره 2، نوع الحفاض نفسه يكون عالي الامتصاص، ولازم في الشتاء غير كتير، ما استناش. تغيير الحفاض قبل النوم يبقى قبل ما ندخل السرير على طول، والافضل اردع كلاستر فيدز، يعني شويه بشويه من اول ما المغرب تدن كده لغايه ما ادخل بالليل، بدل ما ادي رضعه كبيره قوي على البيبي وندخل ننام فنملى الحفاض على الاخر. رضاعه شويه بشويه ده كمان هيفيدك قوي لو البيبي عنده ارتجاع، هيخليه ينام مرتاح اكتر. ولو وصلتوا لسن الفطام الليلي افطمي ليلي، مش بس عشان خاطر تسريب الحفاض، عشان انت كمان تقدري تنامي. نمره 4، ومش امهات كتير عارفاها، ده اسمه مانع التسريب. لازم قبل ما البس ابني الحفاضه افرده كويس قوي علشان خاطر اشغله، وبعد ما البس الحفاضه مانع التسريب ده لازم يكون لبره مش لجوه. وانا بحب البانس اكتر، بحس انها بتشيل اكتر بالذات في الشتاء، من اول ما البيبي بيبتدي يحبي انا بشوف ان البانس بتبقى عمليه اكتر. ولو بتلبسي حفاض عادي، الحفاض بنقفله تحت السره مش بيغطي السره، وبعد ما نقفله كويس بنتني الحته بتاعته لجوه. اخر نصيحه، وسعي مقاس الملابس الداخليه على قد ما تقدري علشان لما تيجي تقفليها ما تضغطش قوي على الحفاض، ده سبب كبير لتسريب الحفاض. الشتاء صعب عليكم، وانا عارفه ان انتوا بتبذلوا مجهود كبير قوي، وتسلم ايديكم. قولوا لي ايه اكتر حاجه تعباكم في الشتاء.